ايه ده؟ ده الموقف التاني بقى. خلينا بس قبل ما نروح الماتش نتكلم بقى على الموقف التاني، معلش ما انا برضو في حاجه كده واقفه هنا عايز اتكلم عليها. نادي الاهلي هيلعب المحله، غزل المحله. على فكره انا من مواليد المحله، والدي كان بيلعب في المحل، خالي كان بيلعب في المحل، وكان في يوم من الايام مدرب غزل المحل، وبلدي لاني مولود فيها، فيعني كميه الحب يعني ما حدش يتكلم عليها، ما حدش يتكلم عليها. تعال بقى على العلاقه بين النادي الاهلي ونادي المحله، علاقه فوق الوصف، فوق الخيال. نادي المحله من الانديه الكبيره، من الانديه الكبيره قوي 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 قوي، من الرموز الكبيره اللي في مصر اللي احنا بنعتز بيها، نعتز بيها جدا كمان. نادي المحله نادي كبير، نادي عظيم، نادي غني بابنائه، نادي غني بابنائه في جميع المواقع، وعندهم كوادر في كل حاجه بما فيهم الكوادر الاداريه. مش هتيجي سعادتك من بره علشان تروح لهم عشان عندهم مشكله داخليه عشان بتقول انا بساعد الانديه. ساعد الانديه؟ ساعد الانديه ايه يعني؟ بساعد الانديه ايه؟ ما احنا ماشي ساعد الانديه كلها بدون استثناء، انا موافق. هل رحت حضرتك قبل كده في مشاكل لجميع الانديه اللي بتعاني من مشاكل؟ ده انا لو مسؤول وفي ماتش جاي بين ناديين لو اتدخلت في صالح حد فيهم هتتاخد عليا؟ لا، اتنحى جانبا لان انا مسؤول. ماشي، ساعد براحتك، ساعد، بس في الموقف ده لا تتنحى جانبا، لان نادي المحله اكبر من رابطه، ونادي المحله اكبر من رئيس الرابطه، ونادي المحله اكبر من اتحاد الكوره، ونادي المحله عنده الكفاءات الاداريه اللي تقدر تخليه يحل اي مشاكل داخليه بينه وبين اي حد اسرع من اي حد. ده نادي المحله، وانا عارف اللي موجود جوه نادي المحل. فالمبرر اللي اتقال لا، لا بقول لكم لا، لان انا من جوايا حاسس ان في حاجه بتحصل، من جوايا حاسس ان في حاجه بتحصل، تمهيد لحاجه هتحصل، وربنا يستر النهارده، تمهيد لحاجه بتحصل وحاجه هتحصل. كنت عايز اتعصب بس يلا الحمد لله. انا كنت عايز اطلع اللي جوايا لان انا مش مقتنع بحاجات كتير جدا 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 بتحصل هنا، وانا مش عارف هو دور الرابطه ايه، دور رابطه الصلح خير ده ايه. انا عايز اعرف هي ليه مره واحده كده السنه اللي فاتت طلعت لنا مره واحده؟ علشان تطوير الكره المصريه فين؟ هو اتحاد الكره اعرج ولا هما بيشتغلوا مع بعض؟ انا عايز افهم بس ايه المفهوم وايه المعايير، ايه المعايير اللي انت بتجيب ناس تنظم او تبقى مسؤوله عن الرياضه في البلد او تبقى مسؤوله عن الكره في مصر؟ ايه المعايير بتاعتنا؟ انا عايز اعرف ايه المعايير. مفيش معايير. افكركم بحاجه تانية برضو اتكلمنا عليها كتير ومفيش حاجه حصلت ولا هتحصل، انا عارف انها مش هتحصل هنا، مش هتحصل. موضوع وليد العطار لما خبى الجواب بتاع الاتحاد الافريقي ومرضاش يوديه للنادي الاهلي، حصل فيه حاجه لحد دلوقتي ولا حصل حاجه؟ الراجل لسه قاعد مكانه ويمكن بيترقى كمان. طيب اللجنه اللي شكلها الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وقالت ان اتحاد الكره اخطا، طب بعد ما اخطا ايه؟ فين الحساب؟ حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه ولا هيحصل حاجه، ولا هيحصل حاجه. مش هنسكت، وفي نفس الوقت انا مش عايز غير حقي، انا كنادي اهلي اديني حقي بس يا عم، احتوي اللي انت عايزه، احتوي اللي انت عايزه بس اديني حقي، لو اديتني حقي مش هتكلم. اخر كلمه قبل ما اروح للماتش ليه اخواتي اللعيبه او ابنائي اللعيبه، لان في منهم قد ولادي، في ولاد اكبر كمان، شايفين اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ فكر شويه. الكره في ملعبك، الكره في ملعبك جوه الملعب، الكره في ايدك، انت تخرز كل الالسنه دي، تسكت كل الناس دي. بص اللي بيحصل فيكم في النادي الاهلي،
ترضى ان اللي حصل السنه اللي فاتت يحصل فيك مره تانية؟ ترضى اللي حصل فيك السنه اللي فاتت انت وناديك يحصل مره تانية؟ لعيب النادي الاهلي الملعب قدامك، اخرس كل الالسنه.